تشهد الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا إقبالا لافتا من قبل المواطنين والمقيمين، حيث أعلنت وزارة الصحة أن عدد من تلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس بلغ 646919 شخصا، فيما بلغ عدد من تلقى الجرعة الثانية 509887 شخصا، هذا وجددت الوزارة دعوتها لضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية و والتدابير الوقائيه للجميع بما فيهم متلقو التطعيم حمايه للصحه العامه